أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار الأهم سيكون دائما هو المواطن البحريني الذي أثبت في مختلف المحطات قدرته على التميز والعطاء والتجدد، فهو في قلب عملية التنمية، كما يؤكد دوما حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كذلك عند حضور سموه وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك فعالية برنامج رواد في القصر في نسخته البحرينية الأولى المقامة تحت رعاية سموهما مساء اليوم بشراكة مع صندوق العام التمكين بقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع. وهنأ سمو مشاريع وان جي سي سي وجيت بقالة هذا وتمرن الفائزين في المنافسة التي شهدها البرنامج، مؤكدا سمو اعتزازه بالمستوى الذي ظهروا به في البرنامج ليقدموا نموذجا مشرفا للشباب البحريني القادر على إثبات قدراته وتميزه عبر هذا البرنامج الذي يمنحهم فرصة على المستوى العالمي ليعرضوا أفكارهم ومشاريعهم. وقال سموه: إن طاقات الإبداع والابتكار هي ما شكلت الحاضر الذي يعيشه وجود اليوم، وهي التي ستبني مستقبل العالم، لذا فإنه في إطار الاستمرار المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. فإن هناك اهتماما كبيرا بتشجيع المبدعين من رواد الأعمال مما يأتي كركيزة أساسية في استمرار التقدم والتطوير لها أثرها الإيجابي على كافة النواحي التنموية مما تهدف إليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأشار سموه إلى أن مبادئ رؤية الثلاثة الاستدامة والتنافسية والعدالة ترتبط بشكل مباشر مع هدف تطوير البيئة الخصبة لمزيد من النمو الذي يشكل أحد أهم ملامح المرحلة الحالية من التنمية، مما يجب أن يستفيد منه رواد الأعمال في صنع فرصهم من خلال عطائهم لبلوغ طموحهم، خاصة مع التركيز الحالي على إعادة رسم دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس لعملية التنمية. هذا ورحب سموه بإقامة فعالية برنامج رواد في القصر في مملكة البحرين لأول مرة، مشيدا بجهود صاحب السمو الملكي دوق يورك في رعاية هذا البرنامج المتميز الداعم لطاقات الشباب من مختلف بلدان العالم. كما نوه سموه بما يشكله إقامة رواد في القصر في مملكة البحرين من تجسيد لمتانة العلاقات الثنائية التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات. هذا وقد ألقى صاحب السمو الملكي دوق يورك كلمة أعرب فيها عن سروره واعتزازه بإقامة رواد في القصر بنسخته البحرينية للمرة الأولى، مشيرا إلى ما يهدف إليه البرنامج من دعم لنمو المشاريع الناشئة، وذلك عبر منح أصحابها منصة لبناء العلاقات وعرض مشاريعهم على المهتمين بمتابعتها، إذ يشجع البرنامج الجمهور على المختصين على التفاعل مع الأفكار التي تطرح. وفي كلمة لمعالي الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة التمكين أشار إلى أن رواد الأعمال البحرينيين هم ركن أساسي في رفض تنوع الاقتصاد البحريني، في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأن يكون المواطن البحريني محور التنمية التي تعمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء على تحقيقها بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء. هذا وأكد أن رواد في القصر بنسخته البحرينية هو منصة هامة للاحتفاء بالإبداع وريادة الأعمال ولعرض أفكار الشباب البحريني للعالم، مؤكدا التزام المملكة بأن تكون وجهة عالمية للمشاريع الناشئة. واحتضنت مملكة البحرين هذه المبادرة الدولية بالتعاون مع صندوق العام التمكين، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق الجائزة في العام 2004 والتي أطلقها صاحب السمو الملكي دوق يورك عام 2014 لتوفير منصة ريادية تحتضنها مختلف دول العالم، يستطيع رواد الأعمال أن يحققوا من خلالها المزيد من النمو والتطور لأعمالهم، وذلك ضمن برنامج متكامل يسمح بالتفاعل مع سوق ريادة الأعمال الدولية واستفادة رواد الأعمال المشاركين من شبكة دولية واسعة من الخبرات والدعم على يد مختصين محليين ودوليين.
هذا وقد فاز متسابقين اثنين من أصل 12 رائد عمل مشارك ضمن تصفية انطلاق البرنامج بفرصة تأهل المنافسة على المستوى الإقليمي على جائزة رواد في القصر، والتي ستعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في نوفمبر المقبل، ومن ثم الانتقال للمشاركة في المنافسة الدولية والتي ستقام في قصر سان جيمس بلندن في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر عام 2018. وقد تأهل كل من 1 جي سي سي وجيت بقالة وتمرن في تصفية بتقديم عرض أمام الحضور يضم مجموعة من المدعوين والمختصين والمستثمرين والتكنولوجيا والإعلام ولجنة تحكيم من خاصة. كما تم خلال فعالية انطلاق البرنامج إعلان الفائز بجائزة اختيار الجمهور وهو 1 جي سي سي، حيث تم الاختيار عبر فتح باب تصويت الجمهور على المتسابقين مباشرة بعد انعقاد المعسكر التدريبي الذي شارك فيه رواد الأعمال ضمن الاستعداد للمشاركة في اليوم التأهيلي الرئيسي. كما رصد صندوق العمل تمكين جوائز للفائزين الثلاثة وذلك بحسب التالي: الجائزة الأولى فائزين اثنين بالمشاركة في المنافسة الدولية بالمملكة المتحدة، والجائزة الثانية الفائز باختيار الجمهور. وتشمل الجائزة الأولى امتيازات دعم من تمكين بما في ذلك من حاضنة أعمال مدعومة بشكل كامل، ودعم أجور الموظفين والتدريب والاستفادة من خدمات التوجيه والإرشاد والمشاركة في الفعاليات وشبكات التواصل مع المستثمرين، فيما تشمل الجائزة الثانية الحصول على امتياز الاستفادة من خدمات التوجيه لمدة سنة واحدة.